إن شاء الله راح نتكلم عن تشخيص بكتيريا خطيرة جدا اسمها الهيلوكوباكتر بالوري. هذه البكتيريا تسبب تقرحات في المعدة، ومن الضروري تشخيصها من قبل الطبيب عند الإصابة المريض لهذا البكتيريا. يتم تشخيصها بواسطة تحليل الدم، هذا أول شيء، وأيضا يمكن تشخيصها لمعرفة وجود مضادات لها في الدم أو اختبار أو بواسطة أخذ عينة بالمنظار المعوي، وأيضا ممكن نفحصها مجهريا، وأيضا من الضروري زراعتها في علب خاصة لمعرفة نوع المضاد الحيوي الفعال عليها. هناك أيضا أسباب وآليات كثيرة لحماية جدار المعدة والأمعاء من الأحماض المفرزة من هذه البكتيريا، وأيضا في أنواع من البكتيريا تسبب خلل في جدار المعدة في نفس الفصيلة، وهي بكتيريا حلزونية خطيرة جدا وممكن تسبب تقرحات كثيرة في المنطقة وتصيب جدار المعدة عادة، وتسبب أكثر تقريبا من 80% من قرحة المعدة ترجع إلى هذا البكتيريا، وأيضا قادرة أيضا أنها تسوي تقرحات كثيرة في الاثنى عشر، منطقة الاثنى عشر، ولكن يعني أغلب من يحملون هذه الجرثومة الخطيرة لا يعانون من أي أعراض، أي أنها يعني ليست يعني مخيفة كما تتوقع، ولكن يعني علاجها ضروري إذا سببت أي التهاب في المعدة.